صباح الخير كاتي، صباح الخير لانا، صباح الخير لجميع مشاهدي شاشه الوطن عبر برنامج يوم جديد. نعم، جامعه آل البيت تدخل التصنيف العالمي ضمن الجامعات العالميه، نشاطات، برامج، مشاريع رياديه، اليوم وغدا عدد من المؤتمرات البحثيه العلميه على مستوى المنطقه. للمزيد اكثر يسرنا ان يكون معنا هذا الصباح عطوفه الاستاذ الدكتور هاني الضمور رئيس جامعه آل البيت. عطوفتك الصباح، يعطيكم العافيه. صباح الخير وصباح الخير جميع مشاهدين برنامج التلفزيون الأردني، أهلا وسهلا فيكم في رحاب جامعة آل البيت. عطوفتك مبارك لجامعة آل البيت، الدخول تصنيف العالمي. سؤال مهم في بداية هذا الصباح، أهمية دخول جامعة آل البيت لمصاف الجامعات العالمية. الحمد لله جامعة آل البيت الآن تغدو وترفع تصنيفها عالميا، وبالتالي احنا ضمن الخطة الاستراتيجية، يعني هنا يعني قدرات وتوجهات الجامعة وإدارة الجامعة نحو دعم هذا التوجه العالمي، وأيضا دخول بعض البرامج ومنها كلية التمريض ضمن تصنيف شنغهاي العالمي. لا شك أن جامعة آل البيت من اهتماماتها الأساسية هي رفع تصنيف جامعة آل البيت، وهذه يعني خطوة مهمة جدا طبعا لسمعة جامعة البيت ولدورها الأساسي في رفع مستوى البحث العلمي. نعم، عطفتك اليوم مؤتمر 14، المؤتمر العماني، وكون جامعة آل البيت تحتضن أيضا أول وحدة دراسة عمانية على مستوى الجامعة الأردنية، أهمية هذا المؤتمر اليوم؟ شكرا. اليوم بإذن الله تعالى راح يتم افتتاح المؤتمر 14 لوحدة الدراسات العمانية، وهذا المؤتمر طبعا هو بالتعاون مع مكتب الإفتاء العام في سلطنة عمان، وهو جاء بعنوان لهذا العام المخطوط العماني دراسة وفهرسة وتحقيقا، وراح يتكون طبعا من حوالي 60 باحث عربي وطبعا من دول عربية وإسلامية ومن الأردن طبعا، وبالتالي هذا المؤتمر سوف يتناول الإرث الحضاري والتراثي لسلطنة عمان ودور سلطنة عمان عبر هذا التاريخ، خاصة في نشر الإسلام وما لها من دور مهم جدا أيضا في دعم خلينا نقول ما يتعلق بالتراث والإسلامي ونشره. نعم، عطفتك أيضا موضوع مهم جدا، هل هذا سيكون استقطاب أيضا طلبة وافدين من دول عربية من دول أجنبية؟ وضعتم خطة لهذا المجال؟ أكيد بإذن الله تعالى هناك دور كبير جدا بالنسبة لجامعة آل البيت في استقطاب المزيد من الطلبة العرب الأشقاء وخاصة من سلطنة عمان، ونتوقع إن شاء الله بعون الله أن يكون عدد كبير لا بأس فيه من طلبة عمان أن ينضموا إلى جامعة آل البيت كما اعتادوا سابقا، وأيضا من بعض أيضا الدول العربية والإسلامية الأخرى. وهناك أيضا يعني خطة تسوية، نتوقع بإذن الله مزيد من استقطاب الطلبة لجامعة آل البيت وخاصة بعد دخول جامعة آل البيت في بعض التصنيفات العالمية. وطفتك أيضا نشاط آخر يوم غد، مركز إدارة ونمدجة ومحاكاة الأزمات الكوارث، هو الأول أيضا على مستوى المنطقة ومستوى الجامعات، تحدثنا عن أهمية هذا المركز وأيضا المؤتمر الذي سيقام غدا في البحر الميت. كما ذكرت أخ يوسف أنت في البداية أنه هو المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية والعربية، وجود مثل هذا المركز كمركز يعني لإنذار مبكر حول ما يحدث من فيضانات وبراكين وأمور أخرى تتعلق بالكوارث الإنسانية والبيئية. طبعا هذا المركز غدا إن شاء الله سوف يعقد المؤتمر الثاني، وهو بعنوان الإدارة المتكاملة للكوارث الطبيعية، وسوف يتناول عدد من المحاور وبالذات محور اللاجئين ومحور يعني النتائج السلبية لآثار كورونا وغيرها. وأيضا هذا المؤتمر سوف يعقد في البحر الميت، وسوف يضم أو يشمل عدد من الباحثين من دول عربية وأجنبية، سوف يتم دراسة الكثير من النماذج وأيضا من الأبحاث التي تتناول المواضيع والمحاور هذا المؤتمر. نعم، عطفتك نركز على هذا المؤتمر، حكيت أنه سيشارك أكثر من 60 باحث، مناقشة اللاجئين، وتعرف محافظة المفرق جامعة آل البيت قربها أيضا، هل وضعتم تقارير بينتم الأثر اللجوء مثلا اللاجئين في هذه المنطقة؟ نعم أخي يوسف، تم إعداد تقرير طبعا عن الآثار خلينا نقول السلبية على جامعة آل البيت طبعا من آثار وجود اللاجئين وأيضا حرب الخليج، وكان هناك تأثير واضح على البيئة الجامعة والإنتاج الزراعي، وقد قدرت من خلال هذا التقرير الذي أعده طبعا أساتذة من داخل جامعة البيت وأيضا ومؤسسات عربية ودولية تقريبا ما يقارب 19 مليون دينار. طبعا أنا أتحدث عن أثر
الحرب الخليج وأثر مخيم الزعتر على جامعة آل البيت، وطبعا التأثير على البيئة اللي احنا بنعرف فيها في جامعة آل البيت، وطبعا في محافظة المفرق أمر آخر. لا شك أنه الجامعة الأردن بشكل عام تبحث دائما خلال جلالة سيدنا حفظه الله أيضا مزيد من التعاون والدعم للإخوة اللاجئين في الأردن، ونعرف دور الأردن الداعم دائما للإنسانية وأيضا ضمن القدرات المتاحة للأردن دائما اللي بيحاول يبحث عن من خلال المؤسسات الدولية لإيجاد سبل وحلول لأوضاعهم وإمكانية أيضا رفع مستوياتهم وتحسين قدراتهم ومستوى المعيشة بالنسبة لهم. عطوفة الأستاذ الدكتور هاند مور رئيس جامعة آل البيت، يعطيكم العافية على هذه الإنجازات والمبادرات الرائعة دائما التي تكون على مستوى الجامعات على المستوى العربية والمحلية ومستوى المنطقة. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله جميعا. الله يعطيكم. هلا يا أخي. يعني كما تحدث عطوفة الرئيس، إنجازات مستمرة لجامعة آل البيت، اليوم في مؤتمر عماني وأيضا غدا في مؤتمر آخر عن الإدارة المتكاملة للأزمات والكوارث الذي سيعقد في البحر الميت تنظمه جامعة آل البيت. الحديث أكثر يعني عن أبرز المواضيع وأثر اللجوء على هذه المنطقة وتداعيات والمطلوب للحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه كل هذه المشاريع الريادية، شأنها هي مواصلة التطوير مسيرة الإنجاز والإبداع في مجال التعليم الجامعي. عودة لكم في الاستوديو.